كلها الحين أهاليهم كلهم ساكنين في الخيام، لأن المباني كلها متصدعة. كل شيء نصها مات. نصهم ماتوا؟ كم عددهم؟ مش كذقة. لكيه؟ وكان 14 يموت. يستمع أخواتي. 14؟ وبنات أخواتي. لا إله إلا الله. أخوتك؟ جوج اللي مات. وزوج؟ بنات أختي. بنات أختك؟ أربعة. أربعة؟ أربعة. أنت الآن تجلسين مع من؟ ها؟ مع من تجلسين الآن؟ لوحدك؟ أنا بوحدي. لوحدك الآن؟ بوحدي. ولدي في مراكش، رجل في الحبس. لا إله إلا الله. الله عز وجل أن يعوضك خير ويلهمك الصبر والسلوان. لا حول ولا قوة. كلمات المواساة يمكن ما تغني ولا ما ادري يعني الكلام شو غادي نهدي يضيع الكلام انه يقويك بالصبر والاجر العظيم عند الله عز وجل والاحتساب. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. احنا 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 عيالك يا رب. احنا الان كلنا جايين من الكويت، احنا عيالك. اسال الله عز وجل انه يعوضك خير. الحمد لله. واعتبرينا عيالك او اولادك. واش غادي ندير؟ ياك الله اللي دار لنا هكا لي قوينا جميع. اللهم هذا كله من عند الله، فنحن نصبر. ايوا اش غادي ندير؟ ياك هو اللي رزقنا، هو اللي خلقنا، سبحان الله، هو من خلقنا، هو من رزقنا، فنصبر. ما لنا شيء ان شاء الله. والله انا اغبطك على هذه القوه يعني. جماعة الخير إذا في واحد أقوى مني يقدر يتكلم. ربي اللي دعاك. الحمد لله. ماشي الناس. أي نعم، اللهم لك الحمد. أنت كم عمرك حجة؟ كم عمرك؟ 60. بارك الله. الله يبارك في عمرك ويطول بعمرك يا رب، وإن شاء الله توصلين إلى 160 يا رب. ولا 200. 200 إن شاء الله. الله. الله القرى من فوق هذه القرى كلها الحين متأثرة من الزلزال. شوف صاروا ساكنين هنا، صاروا يسكنون في الخيام نفس الطريقة هنا، نفس الطريقة فوق. كل هذولي خلاص صاروا خيامهم، صار سكنهم الحين هو الخيام. قرية جبلية، شوف تصدع البيوت كلهم صاروا الحين وين ساكنين بالخيام. شوف المسجد سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وسهلا، كيف حالك إمامنا؟ كلمني كيف نجيت من المكان بصراحة. احكي لي. تعال بس شوف الابن، الابن تاعه ما وصلش، ما كملش عام. أربع شهور ونجدته بعجوب. تحت الركام. من تحت الركام. هذه بناية كنت فيها. بس خطر يا أحباب تكونوا فيها. لا. بس نخرج بسرعة. تعال تشوف المكان اللي كنت نايم فيه هنا. الله أكبر. الحمد لله. هذا هنا كنت نايم. الله اكبر، كنت نايم هنا. نعم كنت نايم هنا سبحان الله. لما كان الزلزال بقينا نتشهد لله حتى يعني توقف الزلزال. كانت المدام الزوجة والابن في ذلك البيت. انا هنا. نعم حتى توقف يعني الزلزال عاد مشيت تقلب عليهم يعني بحثت عنهم، وجدت الزوجة يلا جبدت الابن من تحت الأنقاض. الله أكبر، ابنك من تحت الأنقاض وأنت كنت نايم هنا. اي نعم. الله أكبر، الله أكبر. الله أبو عمر، شوف اللي حصل. أنت ما شفت ايش المشهد اللي داخل. الآن عرفت شنو معنى زلزال، سبحان الله، إذا زلزلت الأرض زلزالة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الله أكبر. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. سبحان الله. وترى الناس سكارى وما هم سكارى. ولكن عذاب الله شديد. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف الأرض شلون. سبحان الله. سبحان الله. شوف. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف المباني، هذه مدرسة. وهذا مسجد ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف المسجد. أصلاً خطر بعد ندخل داخل. لا 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 لا. لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا حول ولا قوة إلا بالله. 30 ثانية هذا كله حصل. الأول هذا الأم صلينا في أحد من أهل القرية. نعم. توفى ثلاثة. بعد أشخاص. أربعة. صلينا عليهم يوم السبت. رحمهم الله. الآن جميع القرية ساكنين في هذه. نعم. كين هنا. هناكين جروب. جروب. رجال. نعم جروب. ها نساء النساء لوحدهم. نعم والرجال لوحدهم. شيل لوحدهم. هنا جروب. يعني. يعني يعلمون بأن هذا قضاء الله وقدره. لا مفرمين. يعني ترى. جميع مؤمن. ترى الناس ترى يعني الشيخة كبيرة عمرها 92 94 لما سألت تقول لك الحمد لله الأمور بخير وعلى خير. يعني رغم المصيبة وحجم ثبات أبو سالم ثبات عندهم ثبات والله ملاحظ لحظة عندهم ثبات. مرأة كبيرة فقدت ويعني فقدت الزوج فقدت الابن فقدت الاب فقدت المنزل فقدت كل شيء. راح احكي لك عن موقف يعني في يعني قرية قريبة منا موقف يعني تقشعر له الابدان. في عائلة مكونة من 3 اشخاص ام اب وطفل صغير كانوا بيتعشون يعني لما جاء الزلزال لما أخذوهم من تحت الأنقاض كيف وجدوا حالهم؟ يعني ننظر إلى رحمة الوالدين وفضلهم علينا. يعني وجدوا الوالدين الأم والأب فوق والدهم فوق ابنهم هك يعني لا من بعض نعم من بعض من تحت ابنهم يعني فوجدهم ميتين ميتين كلهم كلهم بثلاثة ولكن ذلك المنظر يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. الله سبحانه وتعالى شوف رحمة الوالدين يعني بابنهم يعني كيف ستكون رحمة الله سبحانه وتعالى هو الرحيم الرحمن الرحيم سبحان الله. صلى الله عز وجل يتقبلهم عنده إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى احتسبهم عند الله من الشهداء في الحديث وأن يرزقهم الجنة بلا حساب ولا سبق عذاب إن شاء الله. هذه الألواح ألواح قرآنية شوف هذه كانت دار قرآن وهذه ألواح قرآنية شوف بسم الله الرحمن الرحيم شوف هذه الألواح الآن صارت تحت الركام. من مزرعتك من مزرعتي بيو من النبع الجديد من النبع الجديد إن شاء الله الله يبارك لك الله يبارك. الله وهب لي عوينه على شان الله وهب لك عوينه ما شاء الله الله وهب لك عوينه عمري ما بعته سبحان الله بعته للجيران والاحباب والاهل واللي جابوا الطريق ياكل قلوبنا والله بهالتفاح الطيب ياكل اللي جابوا الطريق الله يجزاك الله يجزاك شوف التصدع خالد شوف تحت رجولك خالد تصدع هذا كله من الزلزال هذه كلها سبحان الله ما كانت موجودة أبدا العين هذه أو شوف سبحان الله خرجت دقيقتين من وراء الزلزال من بعد الزلزال دقيقتين من وراء الزلزال خرج الماء كان أصحابنا الماء ديال الشاطو مشينا للشاطو لقينا ما فيه ماء سبحان الله ما باقي مستمر سابقا كان موجود قبل سنوات لا 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 أطر للماء هنا نهائي كله فيها هيا من هنا خرج دابا الماء من ديك السفيحة سبحان الله سبحان الله الصخرة ايه هذيك اللي تشقت وخرج منها الماء سبحان الله يعني سابقا ما كان في ماء ابدا لا كان ماء هنا سابقا انت 50 سنة هنا ساكن 54 سنة عمري ما خرج الماء ما خرج الماء الا بعد الزلزال بدقيقتين الله اكبر بدقيقتين سبحان الله بعد الزلزال في المغرب هذه حادثة في اكثر من مكان هني في المغرب وما بين جبال الاطلس سبحان الله ربي اجرى بالماء وصارت في ينابيع ماء بعد انتهاء الزلزال يخرج من تحت الارض ها؟ من بين الصخر سبحان الله سبحان الله هذا مكان وهني مكان ثاني وهذا مكان ثالث سبحان الله يقول ما في اثر للماء هو ساكنني 54 سنه الان من بين الصخر ومن تحت البيوت ربي اجرب هذا الماء من بعد الزلزال بدقيقتين والحين الزلزال صار له اسبوع وماشي قطرة كان ايش؟ كان قطرة مفيش هذا كان قطرة والآن ما شاء الله سبحان الله بعد الزلزال في المغرب هذه حادثة في أكثر من مكان هني في المغرب وما بين جبال الأطلس سبحان الله ربي أجرى بالماء وصارت في ينابيع ماء بعد انتهاء الزلزال يخرج من تحت الأرض ها؟ من بين الصخر
سبحان الله سبحان الله. هذا مكان وهني مكان ثاني وهذا مكان ثالث. سبحان الله. يقول ما في أثر للماي، هو ساكنني 54 سنة الآن من بين الصخر ومن تحت البيوت. ربي أجرب هذا الماي من بعد الزلزال بدقيقتين، والحين الزلزال صار له أسبوع وماشي. قطرة قطرة كان إيش؟ كان قطرة قطرة مفيش ماشي. هذا كان قطرة قطرة والآن ما شاء الله سبحان الله. يعني هي كان من زمان العوين هذه موجودة من زمان؟ لا العوين هذه ما كانش، هذه اللي كانت من زمان قطرة قطرة والآن ما شاء الله صارت زلزال بحال هذه تعمر في نص ساعة سابقا قبل الزلزال. في نص ساعة سابقا دابا تعمر في ثانية. سبحان الله الحمد لله. هذه موجودة يعني النبع هذا أو العين هذه موجودة من قبل الزلزال، ولكن كانت الماء ضئيل جدا والصبيب على قولته ضئيل جدا. الآن ما شاء الله رايح رايح هناك تدور شيء ظاهر ببيتها، بيتها القديم. الآن خلاص ساكنين تحت بالخيام ويطلعون بيوتهم الخرابة طبعا بس عشان يجيبون بعض الأشياء. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا راسي داتي ديالي كلهم روحها الرجل طايره من تحت لهنا كلها مخرطه. ديك الدات شوف بعيني عينك اللي غتقول لي واخا دمار ده. لا حول ولا قوة إلا بالله. من تحت عاملين جبدوني تحت. أنت أنت خرجوت من تحت. أنا اللي خرجتها. أنا جات بي عجوبة. الله أكبر. خرجت لها راسها. أيوة. وأنا نكوتها باش نمشي نعتقل الأخرين وهي كتغوت الفكرة ما باغياش أنت تدخل. وجلست أربع ساعات. أربع ساعات عاد من العشرة دارت ثلاثة ونص. علاش خلينا أربع ساعات؟ بينا لها راسها. أيوة. ملي شفناها كتنفس كتهضر. تمام. خلينا أيوة. مشينا للأخرين. الله أكبر. قبلنا غير بوحده اخرين بيموتوا. كان قرا غير ايات الكرسي اللي بقات في حقلي تكملتها تجبدوني عاد ديك الرجل مشات لي هوك وهذه مشات هوك تحيدوا لي التراب مع اسميتو شدات لي رجلي تنعاش تقلبات عليا وقفت لي مع الحيه اللي هزها عليا وطح عليا الفوندو. الله سلمك. الله سلمك. الفوندو اللي طح عليا هو اللي هرس كل شيء لبهاي. لبهاي وين؟ 20 دجاجة. 20 دجاجة داخل. 20 دجاجة مشات لها الأرض. واللي بقى العمر الحمد لله شاكرين وولدي. الصحة بعدا. إيش عندك من بهايم داخل؟ كاينين الكباش، كاين الدجاج، كاين كم 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 من الكباش؟ 6. 6 من الكباش؟ يا 6. والدجاج؟ 20. 20. هذه ماتوا ليها من شايلهم يموتن. 10؟ 10 هي 10 دجاج 10 كباش 10 كباش نعاش يا نعاش والدجاج هما الدجاج وقيلا 30 دجاجه. وداكشي اللي عطى الله وسلم داكشي اللي درناه مشى. الله يقبلوا علينا الله يخلفوا علينا الله اللي داير الله يخلف عليكم الله يخلف علينا اللي ضاع بعد بقات بقى العمر كلشي داكشي ما همنيش. الله يطول بعمرك ان شاء الله. كاينين الوجوه الله يجعل فيكم البركه. الله يبارك يرزقكم. صابرين على ما كتب علينا الله ولدي ونعم بالله. حمدنا الله وشكرنا بعد العمر. الحمد لله. كاينه الثلاجه تما، كاينه الماكينات الصابون، كاينين المخاد، كاينين الطلامط، كاينين الكواش، كاينين المعن 72000 ريال. الله اللي جابوا البنات. الله خدامين المواعين خير خدامين اخت خالد كيعطيوهم دوك اللي خدامين عندهم اللي بغى يبدل المواعين 70000 ريال وشراو الجديده كلشي ديك الكوزينات مشات راه مغبرين المواعين. الله ما كاينينش راه طلعوا شوفوا بعينيكم راه مغبرين واقيلا دخلوا الله ما كاينين واقيلا حتى كسروا نديروا رغمات الحريره مغبرين المواعين مغبرين الفراش. ها واحد اللي كان شادي منين كانت صافي الحطاير شتي اللي بقى لي غير العمر. الحمد لله الحمد لله بقي العمر ان شاء الله. الحمد لله الله الله يطول في عمرك وشي داك الشيء بالصحه بالصحه.
قلتي داك الشيء كاين في السوق العمر اللي ما تحتباش يا ولدي الله يعطيك الصحة والخوت بحالكم كم بتنزل يعني عطني اسمه عطني عبد الرحمن هذا نجح حزنة والحين تسليم عشان كل اسره تاخذ بالضبط ودنا كل الاسره تاخذ فهذه المنطقه احنا وقفنا نزلنا تقريبا ربع الشاحنه ومكملين الله يحفظك الله يحفظك يا رب الله يحفظك امين ايوي يعاون شي ربي تبارك وتعالى الله يحفظك الله يخلفك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بالصحه ان شاء الله والعافيه الله يطول بعمرك يا رب على طاعه الله سبحانه وتعالى ام زوجتي ها ام زوجتي ام زوجتك عجوزتي. بركه 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 ما شاء الله ما شاء الله زين لا بس الحمد لله شكي شويه هذا فقيد يا الجامع هذا امام الجامع هذه البركه بركه انت بركه يعاون سيدي ربي تبارك وتعالى اكلوني جود ربي الخير الله يجزيك الله يجزيك عليكم بالخير امين امين نعم افهم الله يجود عليك انت بقى امين ايوه يا حجه ربي يكبر بيك هاي مره اكبر من الاخرى ايه ايه واضح الصباح كم عمرها 120 سنه صحيح 120 سنه ها بس فايت المية بس فايت المية ها ما تبدأ تهدم على البيت كلم عن النوم يعني شو رايك يعني في بعض الناس ما يقدر ينام الا اذا ركب سياره اي نعم انا اعرف اثنين من ربعي ترى نفس المميزه واحد معانا واحد بالكويت اي ترى ما يدري وين ما يدري عن شيء قاعد تقول يعني امي والله يا هالخضات هذه تقوم اللي بس اسمع انت الحين ماجد الحين وضع مو نوم وضع نص نوم ترى زين ترى زين وضع الطيران انت الذيب ما ينام الطيران حافظ الطاقه غمض عين وفتح عين عارف هذا لما تنزل بطاريه شنو ايوه سيف مود انت الحين وضع سيف مود اي والله الله يجزاكم خير ميزان اعمالكم ان شاء الله انا ما شاء الله قاعد يجهزون طب هني حق هذه المجموعه هني مثل المجاميع شو مسوين هذول كلهم قراهم فوق الجبل بسبب الزلزال القرى كامله باللي فيها كلها طاحت على بعض فنزلوا الى هذا المكان اللي تحت امن لهم تسلم شكرا الله يكون بعونه الله يكون بعونه هذه الدار في هذا المكان ستة أرواح ماتوا ستة أرواح كيف ماتوا؟ الأم كانت حاضنة مع ابنها كانت حاضنة مع ابنها وكانت يذبحهم ماتوا واقفين ماتوا الاثنين؟ واقفين يا أخي لا حول ولا قوة إلا بالله واقفين كانت شد بحلمك أول دم كاري على ولدها بحلم والأب توا كان حضن ابنته أيوه اعتقنا الأب الأبناء توفت الأب حضن ابنته وتوفت في حضنه ايوه الاب اعتقتوه خرج سليم نعم حي حي نعم توفت لا حول ولا قوه الا بالله الام توفت في هذا المكان سته متوفين لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله يوم ونصف من الحفر يوم ونصف تحفرون عشان تخرجون الاب ها الناس متشبته بالارض يلا يعني ما تبغيش تمشي لمنطقه اخرى مرتبطه بالارض مرتبطه بالارض نعم عاشوا فيها اجدادهم اولادهم يعني حتى الابناء الذين تزوجوا يتركون اهاليهم هنا ويذهبون للعمل خارج المنطقه. فما ممكن ابدا يغيروا مناطق. ما الحل الان هو ايجاد يعني اعاده اعمار. اعاده اعمار في مناطق مو بسيطه يعني ماشي الجبال بحال هكا. ها ها مو بسيطه. هذا هو الحل الان.